الشام البنك المركزي يوم الخميس لقيناه 2% رفع ده تأثيره ايه على الاستثمار؟ او بتشوف هذا القرار بشكل عام ازاي؟ طيب هو القرار اللي اتخذ كان هيتخذ سواء كان اتخذ في الاجتماع الماضي او كان متوقع انه يكون مصحوب بقرارات اخرى. نعم. يعني هو كان التصور انه ده هيحدث مع امرين هامين للغايه. الامر الاول هو الاتفاق مع صندوق النقد، واحنا الحقيقه على بعد ايام معدوده من هذا الامر، والامر الثاني انه يحصل ايام معدوده من الاتفاق. اتصور هذا يعني لن نتاخر في هذا لانه التاخير مش في مصلحه الاقتصاد المصري. والامر الثاني هو اعطاء مرونه اكبر لسعر الصرف، وده اللي متوقع هيتم خلال ايام. لكن الحقيقه مساله انه البنك المركزي ولجنه السياسه النقديه رفعت سعر الفايده علشان التضخم، لا هو بالمناسبه احنا ما عندناش تضخم، لان هو التضخم بمفهوم الاقتصاد معناه انه الطلب اعلى من العرض. احنا الطلب مش اعلى، يعني الناس ما عندهاش فلوس زياده نازله تشتري واكتر من السلع، وبالتالي السلع سعرها بيزيد. اللي موجود عندنا هو عمليات من الاحتكارات والمضاربات بتتم، ومتوقع. ليه متوقع؟ لانه طالما انه في اضطراب في سوق الصرف، منطقه طبيعي هيبقى عندي اضطراب في سوق المال، هيبقى عندي اضطراب في سوق الغذاء، هيبقى عندي اضطراب في سوق المعادن، هيبقى عندي اضطراب في سوق الذهب. لانه هو الثقافه السلبيه اللي موجوده عند البعض انه لما بيلاقي في فرصه للتربح بيجي وراها. نعم. وبالمناسبه اللي بيحدث اليومين دول مش جديد، لان احنا شفناه قبل كده كتير، اخرها قبل 3 نوفمبر 16. نعم. وبالمناسبه اللي شايفين انه الوضع كارثي وانه احنا اصبحنا محبطين ومتشائمين، هقول ليه. ما احنا كنا قبل 3 نوفمبر 16 كان سعر الدولار في البنك ب 8، وكان في السوق السوداء 16 17 18، يعني دبل سكور. احنا النهارده السوق في البنك 30 زي اللي موجود دلوقتي، وتايم في المتوسط هنقول 60. نعم. فهو دبل سكور بقى، يعني نفس وضع 16 تقريبا. المساله الثانيه انه مش بس 2016، 2003 شفناها لما كان الدولار برقم، وبعدين لما فتحنا طلع لحد 7.5 وبعدين رجع ل 5.5. نعم. 2016 لما فتحناه طلع لحد 20 وبعدين رجع 15.5 واستقر عليها 6 7 سنين. نعم. وبالتالي المساله مش صعبه قوي، هي الفكره كلها انه يبقى عندي قدر من النقد الاجنبي متاح علشان عشان الثقافه السلبيه الموجوده حاليا، لانه تقريبا لو فتحنا مش هقول بيت كل واحد، لو فتحنا درج كل واحد هنلاقي فيه دولار وهنلاقي فيه ده وهنلاقي فيه حاجات اخرى. وبالتالي المواطن العادي الطبيعي لما هيدورات في البيوت، يعني في البيوت طبعا لانها اتحولت لسلع يا دكتور. طبعا اتحولت لسلع. والمواطن لما يحس ان الدولار وصل لنقطه هيبتدي ينزل من عليها وهيبتدي يحقق خسائر، وفي نفس الوقت سعر الفايده على الجنيه مرتفع، هيبتدي يتخلص من الدولار وبسرعه عشان يروح يلحق حد ما الدولار ممكن يتخلص منه. ما احنا شفنا الكلام ده قبل كده كتير. هو احنا الدولار دلوقتي فرصه هايله في السوق السوداء للتخلص منه. لانه خلال ايام لو حدث الاتفاق مع الصندوق واتخذ معاه عدد من القرارات اللي احنا بنتكلم عليها، لا الدولار هينهار، مش هينزل، هينهار من النقطه اللي هو فيه. والذهب بالمناسبه كمان هينهار، وبالتالي كل اللي بيجي والعربيات هتنزل والعقار هينزل، كل ده هينزل. لو دي فقاعه احنا للاسف بنساعد فيها، فقاعه بنساعد فيها. ليه؟ لانه في النهايه احنا عمالين ننفخ في بالونه هتفادع في وش مين؟ مش عارف، بس هتفادع في وش حد. اللي هيبقى في اللقطه الاخيره معاه دولار او عقار او سيارات او ذهب او هيحقق خسائر. وبالتالي احنا على بعد دلوقتي لما نقول انه في خلاص قرارات هتتخذ قريبا، وفي ضبط للمسائل، وفي نقد اجنبي جاي سواء كان بقى من استثمار عقاري او من الاتفاق مع الصندوق او مؤسسات تمويليه اخرى او يبقى احنا على بعد فتره زمنيه قصيره كل اللي معاه او كل اللي دخل لعبه مستحليها هيعمل فيها خسائر. وبالتالي الامر المنطقي والطبيعي كفايه كده مكسب، لو معاك عقار سعره عالي، لو معاك سياره سعرها عالي، لو معاك ذهب سعره عالي، لو معاك اكل وشرب سعره غالي انت مخزنه، اتخلص منه. لانه لو احنا وقعنا الاتفاق هنلاقي الصوره تتغير تماما، وكل الارتباك اللي موجود في سوق الصرف واللي بيستتبعه ارتباك في كافه الاسواق هينضبط.